يا هلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. نينتندو نزلوا فيديو يعلنون فيه عن العاب جديده كلها بمناسبه 35 سنه صحيح من سوبر ماريو. صحيح صحيح. وبصراحه قلنا انه بنسجلها ما نبثها عشان ما يجينا اي حرق او سبويلر. اي فعليا قلنا يلا نشغلها ونشوفها سوا ونحطها. تعرف ايش اللي يقهر يا احمد؟ ايش ان 35 ذي شيء يزعل بصراحه. ليش يقهرك؟ يوريك قد كيف انت كبير مره عجوز. انا عمري عمر ماريو. أنا يعني أنا بعد شهر بصير 35 يعني. أنا أصغر منه سنتين أفضل وجي على الشنب. طيب يلا خلينا نبدأ. أوه قبل لا نبدأ لا تنسون تضغطون زر لايك وسبسكرايب ودقوا الجرس جنب السبسكرايب عشان يجيكم تنبيهات وشير أفريوير. يلا نبدأ. خلاص أدري أحاول أقلدك بحاول أقلدك. آه صار الله جات صدفة. يلا بسم الله. يلا خلينا نشوف 35 سنة ذي. يلا تصبر الانتظار ذا كله. أوه والله سطحية دقيقة. بام. Hello everyone. This year marks the 35th anniversary of the original release of the Super Mario Brothers game. And today, we will be announcing upcoming Super Mario games and products that will be released by spring 2021. Okay, here we go. Here's a classic way to play Super Mario Brothers. مرة ماريو انطفش منه من كثر البورتس. أكثر لعبة صار لها بورتس. The original Super Mario Brothers, which made its debut on NES in 1985, can now be played on this special Game & Watch system. What? A plus control pad is included, so you can play the game smoothly. What? Since it's a Game & Watch product, it also functions as a clock. And in honor of the game's 35th anniversary, it comes with 35 little touches to discover. In addition, you can play the Super Mario Brothers The Lost Levels game on it, as well as an updated version of the title Game & Watch Ball starring Mario. Game & Watch, why did you Game & Watch Super Mario Brothers will launch November 13th. أنا أبغى خمسة. أنا أبغى أشتري واحد. أبغى أحطه وأشغله دائما أخلي الساعة على الطاولة. أيوه. بس أبغى الساعة عجبتني. ثري دي وورلد. أفضل لعبة الجيل اللي فايت من ناحية ماريو. أنا يعني لا في جالكسي. أتفق من أحلى الألعاب. لا جالكسي مو نفس الجيل. مو في جيل قصدي مو نفس الجيل. هذا الجزء لازم يتختم مره ثانيه. ايه بالكامل. ايه ايه بالكامل. هذا لازم يتختم مره. جزء مره 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 مره, مرة, مرة انقذ الويو اشوف من بود ما هو رهيب. الله من احلى اجزاء ماريو. اغاني مراحل ميكانكس ايه. كل شيء كان فيه حتى كلوب كان مره ايه مرحله ماري كارت. اي مرحله ماري كارت ما في تكرار المراحل. البسك عاد اكثر شيء يا اخي ممتع. المرحله دي حلوه كانت. هذا احلى باور في الجزء ذا مره مره رهيب مره رهيب. كاجي مونشي انه جزء الله الارانب الوسخين هذول المرحله دي قدام العين عشان احب اجي بس لا اي كانت حلوه. الله هذه المرحله اغنيه فيها الصينيه. اي روزلين كانت اوفر باور كانت رهيبه بس طلعت بعد ما خلص اللعبه. اي مونا خلص 100%. اي هذه كانت رهيبه. لا ما اللعبه ذي كانت فيها اشياء مره كثيره بس افكارها على الزعيم هذا كان حلو. الاغنيه حقته حلوه كمان. لازم نلعبها اربعه تكون ثاني والله لازم. ما عندي مشكله. ما طيب متى متى متى؟ يلا بكره اليوم بعد اسبوع سنه زائد بلس. ايوه محتوى جديد. احتاج زيد بتلعب اللعبه دي خلاص يا ابوي. انا ما احتاج بتلعب ما فيديو بس شكرا. الحين زاد الحماس اكثر. هو اصلا محتواه كثير. اصلا اللعبه الاساسيه نفسها محتواها مره كثير. سبع عوالم مع روزلين وعالمين النجمه والزرع والمشروم يمكن 10 عوالم. بعدين في الجراند باوزرز فيوري. اوه كذا العالم هذا احب احسن من الاوريجينال. فبراير 21. لا 21 إيه بس فراير يعني سوبر ماريو برذرز كومبيتيتيف. لا لحظه. ويلكم تو سوبر ماريو برذرز وذ 35 بلايرز. باتل رويال ماريو. تترس باتل رويال ماريو. باتل رويال ماريو. باتل رويال ماريو. دقيقة كيف؟ كيف؟ تسابق
خلينا نسمع. Enemies you defeat will be sent to other players' courses. لما تقتل اي احد توديه عند احد ثاني. نظام تتنايس هذه. And these four strategies. اي ناس نظام تترس. اوكي انا ما عمري لعبت تترس بس اشرح لك اياها. والله 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 يعني ما تصورت انه بيسوون باتل رويال. طيب متى ما تصورت اليوم اكيد سوبر ماريو براذرز 35 1 اكتوبر الشهر الجاي انتل 31 مارس يمكن ما ادري يمكن انه فتره محدوده ببلاش بعدين او يمكن ما يمكن ماري 1 بعدين يصير ماري 2 ولا ما ادري خلينا نشوف وات ماري كارت بس لا بس هذا لا بس هذا اي ار يا شكله حق جوالات لا توي لعبه ما ادري شكله يتحكم فيها عن بعد سياره اما اي شوف الا والله بكاميرا انا مطفش هذا شو حلو يعني حلوة كذا كتوي كلعبة أيه بس ما عندي فلوس خلاص بدهم اللعبة اللي قبلها خلاص طيرت المحفظة كلها أوكي وصل البيت حلو. أوكي يا ما أقول يمكن لازم تصور البيت عشان هو يسوي لك الروض والشادية يمكن أو أنت تضبطها بس فكرتها يعني حلوة زينة أيه حلوة فكرة يعني خاصة خاصة الأطفال إيه الأطفال وإحنا كمان الأطفال بس كبار إيه يعطوك معاه البوكس هذا عشان يتعرف عليه شكله أوكي ما مو إيه عشان يتعرف عليه شكله نايس حلو, نايس حلو نايس والله ما تصورت إني أسوي شيء زي كذا صراحة يمديك تسوي كذا يمديك تسوي كذا يمديك تسوي كذا الله يمديك تسوي كذا الله أوكي. على شكل سيارة بس كيف تحط الكاميرا فوق أول شيء عشان تعلم المحيط ولا ما أدري حيعلمونا كثير ما حد حي يا اوكي والله كيف حلوه هذه كسر البيت ده الله طب لازم كلنا نكون في نفس البيت ولا اونلاين الحكايه ولا لا اتوقع هذا في نفس البيت اي بس اللعيبه اللي بلعب معاهم في نفس البيت نفس البيت يعني هذه توي ترى مو انا باخذ انا باخذ تو هوم سيركت ماري كارت لايف والله في اكتوبر قبل 16 كم السيارة الواحدة؟ There are even more ways to enjoy أنا بقى أيوة. 5 years of أيوة Super Mario Brothers. طب علمونا على السيارة شوي سيارة. From now through March 2021, you can enjoy the 35th anniversary of Super Mario Brothers in these ways. Complete Super Mario related missions and you could receive cool rewards, okay. including a special pin set. Pins are available while supplies last. So get started today and learn more by visiting the official website. Mario Kart Tour will be having a Super Mario Kart Tour with special appearances by Mario and Donkey Kong Jr. from the original Super Mario Kart game. مخيس أكثر شيء عشان موضوع المايك. طفشنا من المتجر حقه. خلاص خلصنا. لا والله بنرجع لكم. بس ما هي ما في ولا نينتندو نيويورك ايه بس نيويورك ما عنده فرق لا في سبيد رانز كورس والله coming to the Super Mario Maker 2 game the Super Smash Brothers Ultimate game will be having an in-game online tournament using Super Mario series fighters stages and items a Super Mario themed Splatfest is coming to the Switch game in January. In addition, physical Splatfest t-shirts will soon be available for purchase online. Super Mario themed furniture will be added to the Animal Crossing Horizons game. And be on the lookout for the following Super Mario themed products. جزمه والله يعني الله الله هذا عشان لما تجي انا التركي عشان لما يجي يطبخ جذب جنجا عندي الثاني انا حق ماريو عندي ثاني اوكي ممتاز ايش هذا ايش اسمه فيجر ثاني لا اوكي نايس نايس ايش كنت بقول في شيء شفته نينتندو اوف امريكا تويتر اكاونت لا ايش شفت انا دوبي تتكلم ايوه اكسبيرينس فور كلاسيك ماريو جيمز ان سوبر ماريو اول ستارز ايوه ذس كولكشن كونتينز سوبر ماريو براذرز Super Mario Brothers 2, Super Mario Brothers 3, yeah. and Super Mario Brothers: The Lost Levels. Yeah. The audio and visuals are upgraded from the original NES and Famicom versions. Super Mario All-Stars will be available in the Super Nintendo Entertainment System. Nice. Nintendo nice. Switch Online Collection later today. بلاش. لا. Today. اليوم. اليوم.
The next one will be our last announcement. أيوة. ما عندي next one. ماريو. ريديز اوه ريماستر بس بلس ريماستر اي لا بس هاي شكله فورت مو لا 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 دوم جاب لو تلاحظ انه جاب البكسل بعدين زبط انت ما انتبه بتعيد تاكد عادي خلني شوف شوف كان بكسل اول شيء ركز كان بكسل بعدين نظف انت كنت تطل فيه تكلمني مي ماريو اه لا والله غلطان اي لا انت الغلطان بس من نظيف انظف اني تنزل مو لا نفسها فورت اي والله فورت مو اتش دي حتى يمكن قدام يقول لك عن اتش دي خلنا نشوف اي والله نفسه لا بس هاي رز يعني اي هاي رز هذا نفسه يا 64 اوكي الى الان في اللعبه التحكم ما فيه اي شيء ما فيه اي مشاكل لا والله بالعكس انا لعبتها قريب والله بالعكس لا انت يعني احسن من غيرها في وقتها اي اي وقتها ما حد كان اصلا ايدي هناك سانشاين ما لعبته ما عمري لعبته بس هذا اتش حلو حلو اي هذا اقل واحده فيهم بالنسبه لي بس انه حلو ابى العب انا كل شوي العبها شوي اوقف ما ادري ليش اوقف مو انه سيء اللعبه بس كذا اللي بين 3 دي هي الاصعب 3 دي اصعب بس كيف موضوع فلد اللي ترش المويه ما ادري لان انت عندك زر ارتو مو انالوج اول جيم كيو في درجات يس فاهمك بشوف شو يبي سامع عليك الله جالكسي الله الله عندنا خدمة مرة اللي نسيتها مرة بس الله كلنا نستمتعنا الله حتى هذه اللي البتفا البي البتفلا البتر بي يا أخي والله من الألعاب اللي سجل التاريخ للأبد مو بس من الجمالة إنه بس عسى تو موجودة توني ما لحقتها قلت انتظرها لاني مسوي عارض زين بديك تلعبها لا 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 هي اصلا اي صح بالله جابوه بس ما ادري راح اتحمس ما في تو لا والله صبرت الغى ما في تو والله صبرت الغى والله صبرت غلط انا Three Super Mario 3D platforming adventures now in one collection. The Super Mario 3D All-Stars game is coming to the Nintendo Switch. بس برضه لا ما في ماريو جالكسي 2. In addition to high resolution than their original versions, the games have been optimized for a smooth gameplay experience on Nintendo Switch. Nice, Galaxy. Yes. Music from all three titles will be included in the collection. In music player mode, you can enjoy your favorite Mario tunes anytime. Anytime, okay. والله نينتندو نضفوا زيادة بصراحة will launch on September 18 اشهر بعد ما في جالكسي 2 ليش يمكن for a limited time اقل من 3 اسابيع March 2021 pre-orders will be available starting today on Nintendo eShop اسبوعين اسبوعين بس ليه جالكسي 2 Super Mario Brothers 35th انا مبسوط على كل شيء بس مره انقهرت انه ما في جالكسي 2 ليش ما في جالكسي 2 حركات النينتندو اللي دائما كل شيء ممتاز الا هذا كذا في فقعه لازم اي لازم عشان لا احد يسقعني عين كذا هنا غلطنا if you include all related games they're all available طيب عندك 3D World انا خلصت 3D World كفاية Super Mario Bros Wii U Super Mario Brothers 35th anniversary direct ليش انا بالعكس حلو لانه حلو بوكس سوبر ماريو اربع اجزاء يعتبر حلو مره كذا في ماريو يعني قصدي على الدي اس نفس الثيم مدري يمكن شكله زي ماريو بينت تسوي فيها هذه مو حاطينها بالعين انا عجبني انه قالوا انه بالعين خويا انا قاعد بشونك دائما يا قالوا انه بالعين حتى لو تلاحظ انه في كل جزء فيه الشيز هذا اللي تاخذ فيه او نفس والله غني كان الجزء ذا ما كان عندي مشكله معه انا انصدمت انه الناس يقولون مو حلو لما كبرت لا 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 ما هي زي سوبر ماريو بس يا بس انها كانت ليله كانت حلوه الناس يشوفون انه اللي بس ما كانت يعني شيء خرافيه زي الثانيه اوكي هذا اللي عندي الان طيب الاغنيه قاعده هي هذا الغواص هذا بس في اغنية ثانية حقت مودا كينجدوم رهيبة الله على خمسة يا الله هذا اللي ما ينطفش منه يا اخي اللعبة هذه اي ترى هذه عرفتها شوية متأخرة
تقتل النار لا هي بالصنم التمثال اصلا التمثال ده من الاشياء الصعبه زي هذه كانت دائما احسن ماري عندي الليل لما كبرت وصرت يعني على يعني لما على ايام الجامعه والثانوي قدرت ماري 3 اكثر يا انا تدري مع انه وورلد مره بنت كلب يعني من احلى ماري وورلد انا العجيب انه لما لعبته ما عجبتني في البدايه لما كنت صغير لا والله ما كان... عجبتني هو نفس الشيء هنا نفس ماري 64 بعد لا 64 دخلت على طول حبيت على طول واو حتى بالكنترول حق السكس فور اللي ما ادري ليش الناس ما يحبونه بس انا اعشقه شوف هاي سكس جاي طيب انا فاهم ايش القصه طيب هذه العروض اللي قاعد يورون اياها لا لا مدلي بالموسيقى مدلي يعني شو اسمه مجموعه من الموسيقات حاطينهم ورا بعض هذا 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 عندي احلى نيوز هذا نيوز صغير ما يجري على الموي ترهيب ما ادري ليش ما حطوا لك ماريو ميكر اي ولا حتى صدفه اي ولا حتى صدفه الله يا اخي هذا اللي بتكلم عنه ماري جالكسي الشيء العجيب فيه جالكسي يعني الاول والثاني احسن موسيقى هي و 3 دي وورلد اي هنا اوركسترا 3 دي وورلد جاز بس ماريو جالكسي الشيء العجيب فيه انه كيف ضبطوا الجرافيتي او الجاذبيه بدون ما تتدلوخ ترى العاب كثيره حاولت تسوي شيء تدوخ لا بس شوف كان في كان في راكستن كلانك راكستن كلانك سووا موضوع الجرافيتي وسووا كويس جرافيتي راش برضو بس انا ما قد لعبته جرافيتي راش جرافيتي راش بعد بس في العاب ثانيه لعبتها زي كذا اللي فيها جرافيتي مو انه اللعبه كامله فيها غريبة هذه جايبينها 30 فريم أنا اللعبة 60 يعني عشان مدلي يعني هو ممكن عرض نفسه ما أدري والله شوف أنا أتوقع إنهم يحطون 60 مستحيل ممكن يسوون إيفنت ترى اللعبة عظيمة كل ما ختمت يعني ختمت اللعبة وصلت العالمين اللي بالنهاية مو شوف صار لا في عالم دارك رسايل اي وصلت العالمون وان الله دي زعيم هناك تعبني فيه بس طفشني وانت قاتلهم هذول مرة ثانية كلهم في البرج اي لا تعبوا خلصنا ما قلت خلاص انا شبعت انا اخذت كل المونز انا شبعت انا اخذت من اللعبة انبسطني لا انا خذيتها وابغى زيادة لا لا انت كذا عناني ايش فيه طب ايش والله بس مدلي يقول لك نترككم بمدلي بس ضيع وقتي يا عمي والله المرض ايش الفان فانتسي هذا وماري لا دعايه بس على السويتش قديمه اوكي احس طيب يعطيكم العافيه متابعه شوف ضيع وقتي يلا سلام اكتب لنا بالتعليقات ايش افضل يعني شيء شفتوه في العرض هذا ايش افضل شيء بالنسبه لك أيه. هل هو كان ماريو جالكسي ماريو سانشاين ماريو 3 ماريو ماري كارت اللعبه اي شيء من العرض علمونا طيب يعطيكم العافيه متابعه سلام